13 نصيحة لحياة صحية. عيشوا حياة أطول المأجورون. اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن مع مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية. 2. اقرأ ملصقات التغذية واختر الأطعمة العضوية الطبيعية في أي وقت ممكن، مثل الفاكهة الطازجة أو الخضار النيئة. 3. تجنب الأطعمة المصنعة والسكر المفرط والدهون غير الصحية. خضعت الأطعمة المصنعة لنوع من التغيير أثناء تحضيرها لتشمل الطهي والتجميد والتعليب وإضافة المواد الحافظة وما إلى ذلك. تتضمن قائمة الأطعمة المصنعة حبوب الإفطار والفواكه المعلبة والسلع المعلبة والخضروات ووجبات العشاء المجمدة واللحوم الباردة والوجبات الخفيفة المعبأة مثل رقائق البطاطس والمقرمشات والمعكرونة سريعة التحضير والمعكرونة والخبز والمعجنات والوجبة السريعة والبطاطس المقلية والمشروبة الغازية والعصائر والمشروبة السكرية الأخرى. غالباً ما يفكر الناس في قضبان الطاقة ومخفوقات البروتين كأشياء صحية لإضافتها إلى نظام غذائي أسبوعي بسبب التسويق. سيوفر لك تجنبها تناول السكريات المضافة والنكهات والألوان الاصطناعية والمحليات الصناعية والسموم بكميات صغيرة وفول الصويا المعالج والمواد الحافظة مثل بنزوات الصوديوم وسربات البوتاسيوم والزيوت المهدرجة التي تعتبري دهونا صنعت للكوليسترول وأمراض القلب. ليست كل الأطعمة المصنعة ضارة لك، ولكن يجب تجنب الاستهلاك بكميات كبيرة. تشمل الأطعمة السكرية الزائدة المشروبات السكرية، المشروبات الغازية والصودا ومشروبات الفاكهة والعصائر والمشروبات الرياضية ومشروبات الطاقة والحلوى، العلكة والشوكولاتة والسلع المخبوزة، الكعك والبسكويت والمعجنات واللبن المحلى وحبوب الإفطار والصلصات، بهارات كوات الشبي، صلصة بربيكيو إلى. تشمل الدهون غير الصحية الدهون المشبعة، أي الموجودة في اللحوم والزبدة والجبن، والدهون المتحولة، أي داخل الأطعمة المقلية والمخبوزات والأطعمة الخفيفة، وأحماض أوميجا 6 الدهنية الزائدة على وجه التحديد، زيت الأذرة وزيت فول الصويا وزيت عبد الشمس، والكوليسترول الغذائي الزائد، أي دخل اللحى وموال بيضة ومنتجات الألبن وللدهون لمصنعة، أي دخل الأطعمة لمصنعة. بدلاً من ذلك، جرب الأطعمة الغنية بالدهون الصحية مثل الأسماك الدهنية والمكسرات والبذور وزيت الزيتون والبروتينات الخالية من الدهون وتحسين طرق الطهي. على سبيل المثال، يقلل الشواء أو الخبز أو التبخير من تناول الدهون غير الصحية. 4. ابقى رطباً بشرب الكثير من الماء. 5. حافظ على نشاط بدني من خلال التمارين المنتظمة التي تشمل الرياضة والمشي السريع وركوب الدراجات والسباحة أو تدريب رفع الأثقال. استهدف ما لا يقل عن 30 دقيقة إلى ساعة من النشاط البدني معظم أيام الأسبوع. أستمتع بالاشتراك في الأنشطة الترفيهية التي تسمح لي بقضاء أكثر من ساعة في اللياقة البدنية دون أن أدرك الوقت الذي يمر به. 6. حافظ على وزن صحي يتناسب مع طولك وعمرك وجنسك، لأن زيادة الوزن أو السمنة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمشاكل صحية.
لدينا جميعا متوسط وزن موصى به. سأحاول الحفاظ على هذا النطاق. بصفتي محاربا قديما، أشعر أن هناك استثناءات فقط عندما يكون لديك قدر كبير من العضلات بإطار أقصر. تميل العضلات إلى أن تزن أكثر إذا كانت استثناء. أود أن أضمن لك حسابا لهذا الأمر، وأضمن لك ببساطة الحفاظ على نظام اللياقة البدنية والاستمتاع به، بالإضافة إلى تحديد الوزن المثالي بالنسبة لك ربما خلال زيارة الطبيب. 7. احصل على قسط كاف من النوم لمدة من 7 إلى 8 ساعات كل ليلة لمساعدة جسمك على الراحة والإصلاح والاسترخاء والتعافي. 8. إدارة التوتر من خلال التأمل واليوجا والتنفس العميق. 9. تجنب التدخين والكحول المفرط. 10. ابق على اطلاع على الفحوصات والفحوصات الصحية مع مقدمي الرعاية الصحية الخاص بك لاكتشاف ومنع المشاكل الصحية في وقت مبكر. 11. حافظ على نمط حياة اجتماعي وشبكة اجتماعية مع الأسرة والنوادي والرياضة والأنشطة التي تستمتع بها. 12. ممارسة النظافة الجيدة عن طريق غسل يديك بانتظام وتنظيف أسنانك بالفرشاة والخيط يوميا والاستحمام يوميا وممارسة الجنس الآمن للوقاية من العدوى والأمراض. 13. حافظ على أنشطة مجزية ذات مغزى مثل الهوايات أو العمل التطوعي مثل المعلم أو إطعام الفقراء أو تنظيف المدينة أو رعاية الحيوانات أو العروض التقديمية أو تمشية الكلاب أو إعادة التدوير أو كتاب الكتب أو الأنشطة الأخرى، لأنها يمكن أن تحسن للسعادة وتساعدك على قيادة أكثر إرضاء حياة. من في العالم يعيش أطول؟ وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن البلدان ذات أطول متوسط عمر متوقع تقع بشكل أساسي في آسيا وأوروبا. أنظمة الرعاية الصحية عالية الجودة والتلوث المنخفض والجريمة وأنظمة الدعم الاجتماعي القوية التي تعتبر الصحة العقلية الجيدة مهمة للأماكن ذات متوسط العمر المتوقع المرتفع. العوامل التي تساهم في طول العمر تشمل: تعيش اليابان ذات أعلى متوسط عمر متوقع في العالم البالغ 84 عاماً، أسلوب حياة يحتوي على نسبة أقل من الدهون المشبعة مقابل كميات كبيرة من الخضار والأسماك والتمارين الرياضية والأنشطة الاجتماعية والشبكات والأطعمة المخمرة واستهلاك الشيء. تتمتع سويسرا بمتوسط عمر متوقع يبلغ 83 عاماً، وتتمتع بمستوى معيشة مرتفع، ورعاية صحية جيدة، وبيئة نظيفة، واقتصاد مستقر، وتستهلك اللحوم والفطر والبصل. تتمتع أسبانيا بمتوسط عمر متوقع يبلغ 83 عاماً بنظام غذائي متوسطي صحي، أي يشمل المأكولات البحرية واللحوم وزيت الزيتون والنبيذ والخضروات مثل الطماطم والفلفل، ومناخ دافئ ونمط حياة مريح. يبلغ متوسط العمر المتوقع لسنغافورة 83 عاماً مع بيئة نظيفة وآمنة، ورعاية صحية جيدة، ومستوى معيشة مرتفع، بالإضافة إلى استهلاك اللحوم مثل الدجاج ولحم البقر ولحم الخنزير والكري والشاي والقهوة والخضروات والمأكولات البحرية.
يبلغ متوسط العمر المتوقع في إيطاليا 83 عاماً مع اتباع نظام غذائي متوسطي غني بالفواكه والخضروات والدهون الصحية. وشبكة اجتماعية لنمط حياة مريح تركز على الأسرة والمجتمع. مرحباً بكم في قناة لايف الأب مع قناة لسماهن على يوتيوب، حيث أنا مكرسة للارتقاء بكل جانب من جوانب حياتك وحياة الآخرين من خلال مشاركة المعلومات على مستوى العالم. هنا نحن ملتزمون بتقديم رؤى من الدرجة الأولى في الأعمال التجارية والتمويل والصحة والعلاقات والحب وعدد لا يحصى من الموضوعات الحيوية الأخرى. لا يقتصر المحتوى الخاص بنا على المعلومات فقط، إنه يتعلق بالتمكين. نعتقد أنه من خلال تبادل المعرفة يمكننا جميعاً الوصول إلى آفاق جديدة من النجاح والوفاء. ما يميزنا هو وصولنا العالمي. نتواصل 13 لغة مختلفة للتأكد من أن رسالتنا تلقى صدى لدى جمهور متنوع. ابحث عن البوم قائمة التشغيل للغتك. دعمك مهم. كل الإعجاب والتعليق والمشاركة والاشتراك يغذي مهمتنا لإثراء الحياة من خلال قوة الحكمة المشتركة. انضم إلينا في رحلتنا لتحسين الذات والنمو الجماعي، حيث نساهم معاً في تحسين من حولنا. شكراً لمشاهدتك. آمل أن أتحدث معك مرة أخرى قريباً.